الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم من يتجاوز الميقات غير محرم لعدم حمله تصريح وهو مغطي رأسه، فهل يلزمه فدي لتجاوز الميقات وفدي لتغطية الرأس؟ الحمد لله، وبعد، المتقرر عند العلماء أن من ترك نسكه أو شيئا منه فإنه يهريق دما، فإذا كان قد تجاوز الميقات بلا نطق ولا إهلال ولا إحرام، يعني لم يقل عند الميقات اللهم لبيك حجا، أو لم يقل اللهم لبيك عمرة، أو لم يقل اللهم لبيك حجا وعمرة إن كان قارنا، فإن لباسه قبل نطقه وإهلاله لا يعتبر ارتكابا للمحظور، وإنما يعتبر تركا لمأمور، لأن الواجب عليه ألا يتجاوز الميقات إلا بالإهلال والإحرام، والمقصود بالإحرام هو نية الدخول في النسك وليس مجرد لبس ثياب الإحرام من إزار ورداء. فإذا أحرم من داخل المواقيت، أي أهل وقال اللهم لبيك حجا من داخل المواقيت، فيجب عليه في هذه الحالة أن يذبح ذبيحة تجزئ في الأضحية ويوزعها على فقراء مكة ولا يأكل منها شيئا. وأما الحالة الثانية فإذا كان قد أحرم من الميقات ولم يلبس ثياب الإحرام فأهل من الميقات وعليه ثيابه، ففي هذه الحالة لم يترك مأمورا لأنه أهل من الميقات، ولكنه فعل محظورا وهو لبس المخيط وتغطية الرأس، فارتكب في هذه الحالة محظورين، فيجب عليه حينئذ فديتان، وفدية ارتكاب المحظور على التخيير بين ذبح شاة يوزعها على فقراء الحرم، أو صيام 3 أيام، أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. فلا بد أن نفرق بين الفدية المتعلقة بترك المأمور وهي ذبيحة وليست على التخيير، وبين الفدية التي تتعلق بفعل المحظور وهي على خصال 3، إما ذبح أو صيام أو إطعام. فإن كان قد ترك أصل الإهلال وأحرم من داخل المواقيت فعليه دم لأنه ترك مأمورا، وإن كان قد أهل من الميقات وعليه ثيابه فإن عليه فدية لبس المخيط وهي على التخيير كما ذكرت لكم. وفي كل محظور فديته، فلبس المخيط فيه فدية خاصة، وتغطية الرأس محظور آخر فيه فدية ثانية. فإذا كان قد لبس المخيط بعد إهلاله من الميقات وغطى رأسه فإن عليه فديتين، والله أعلم.